وأضاف قطان أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة السورية إلا من خلال الحل السياسي وفقا لقرارات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن اتخاذ القرارات الحاسمة لإنقاذ الشعب السوري وتخفيف معاناته نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية. ونحن في المملكة العربية السعودية نرى بأنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي يقوم على إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254.